استطاع أن يهرب من المنطقة الخطر ومنطقة الهبوط. الكرة من علي، علي بيلعب لك كرة، عمر يا رب، هدف أول في الدقيقة العاشرة، ساديو مانيه الجزيرة المقيم يحصل على الإقامة الذهبية في قلوب الجزروية، انحسم الدوري بهذا الهدف. الله على الأسيست، الله على الأسيست، الله على التحرك، الله على النهاية يا علي يا عمر يا جزراوي. هدف مبكر، لم يتأخروا، المسألة مسألة لقب، مسألة دوري، الركنة يا عمر. هذا المقيم، هذا المقيم يريد الإقامة الذهبية في قلوب الجزروية، يسجل هدفا قد يساوي ذهبا. الكل يرجع، هذه التعليمات علي، الله على كعب، لكن قراها المدافع، ترجع لعمر التراوري الى علي، عدى 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 عدت، مستحيل متابعة يا رب، مستحيل، يا الله يا الله، ان يحسم اللقب شيء وان تحسمه انت شيء اخر، شيء اخر، انت بطولتهم الكبرى يا علي. لكن هل احتسب ام لا؟ هل الغي ام لا؟ ماذا يشير المساعد؟ شوف الكرة، شوف اللعبة، شوف اللقطة، هنا المرور، هنا الكرة التي وصلت وعدت ودخلت الى المرمى في اللقطة الماضية، في اللقطة الماضية، هدف ثاني لمصلحة الجزيرة، ام هناك خطأ يحتسب لمصلحة خرفكان؟ هل احتسب هذه اللقطة؟ هل احتسب فيها خطأ؟ ام ماذا قرار حكم المباراة في اللقطة الماضية؟ الله على سيريرو، يمكن من القطعة هدف، يمكن من القطعة هدف، التمريرة، 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 راح 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 راح، الجزيرة يسجل الثالث ويبدأ الأفراح، لكن راية وتسلل يا عمر، يا لها من لقطة، من القطعة هدف كانت. تأخرت يا علي، ثواني ثواني، انظر هل كان متسللا؟ شوف ساديو ماني، والله فيها شك، قدم آخر مدافع فيها شك، وممكن يصير في تحقق من الفار. يا لها من لقطة بدأت من اللاعب، من اللاعب سيريرو، إن سجل هذا الهدف فهو بأقدام سيريرو. يا لها من لقطة، التحقق من الهدف فيها شك كبير، يا لها من كرة مرتدة مثالية سريعة، عمر تراوري المقيم الذي يظهر في اليوم الكبير، لا 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 لا، إقامة ذهبية، الحسم الكبيرة في ليلة الحسم الأخيرة، الجزيرة يتشبث بالأيادي لدرع الدوري، وتصويبة تأتي، وهدف شرفي لخورفكان يؤكد مشاركته في الثواني الأخيرة، يؤكد مشاركته في الوقت بدل الضايع، يؤكد بأنه حاول بأن يقدم مباراة للذكرى، مباراة للتاريخ، لكنه اصطدم بفريق الجزيرة وبقوته في الوقت الأخير، دقيقتين كوقت بدل ضايع مشاهدينا متابعينا، دقيقتين كوقت بدل ضايع. لا أنسى أيضا مشرف الفريق الكابتن محمد سالم العلزي، واحد من النجوم السابقين للفريق الجزراوي، واحد من اللاعبين اللي قدموا الكثير لاعبا وإداريا، واللي يستحق بالتأكيد الإشادة والتحية والتقدير، لاعبا وإداريا ومشرفا. الآن 3-1، إسماعيل الحمادي هو أحد لاعبي فريق خورفكان.